قال لك راه فيزيت كونفوكي باش تدخلوا معاهم. وحنا قلت لك ديك الساعه انا جيت انكور كادي باقي صغير وغراف عزيز فهمتيني حتى هو ومشينا دخلنا معهم واحد 3 جور مولاي رشيد وميان سيرون كونفوكا انا سي حميد توش سي حميد حميد توش كان عندك هو المدرب ودخلنا مع تقريبا لي 20 جور اللي كانوا كونفوكي الماتش اللي كانوا كونفوكي الماتش ومن وراء عاودنا رجعنا لعبنا. المشكل هو انه في هذيك لا كونسونطراسيون يعني بدات يبان انه من وراء صافي سي حميد توش عاود عيط عليكم عيط علينا باش نبداو معاه لا سيزون. ايوا سي دوفوني ان بو ديفيسيل والكوكب كانت مقبله انه تلعب كاس العرب في الامارات مع بدايه الموسم يعني لنا في لا بريباراسيون كلها مع ليكيب سينيور ومن بعد يعني لعبنا واحد 3 4 ماتش ومشينا مع معهم ثاني الامارات سالينا بدات القضيه كي بروغرام كيعمر لا بدات القضيه صعيبه وبدات انه المتابعه تاع الدراسه بدات تصعب سي نورمال لان كيف قلنا حتى المراحل غادي يمشي دوز تيست بعد تيست ندخل مع ليكيب مع ليكيب المنتخب مع المنتخب لي بريباراسيون وماتشات كاليفيكاتيف ديال الكوب دافريك من بعد تونس من بعد حيد تونس اجي مصر ورباح كيجي برباح من بعد لا اجي ليكيب ا من بعد كاس العرش وليتي با خديتي كاس العرش من بعد كاس العرش لا راه غنبريباريو العام وعندنا كوب داراب في الامارات ف يمكن في العقل والله شحال كان عندك ديك الساعه فلاش تقريبا 18 بدات ديك الساعه على السيزون 88 كنت عندي تقريبا 17 عام دوزتي هادشي كامل لا راه الاشياء من المفارقات الاشياء الجميله في يعني في الرياضه وفي كره القدم خاصه هو انه الانسان لما تكون قاعد وان الانسان الحمد لله وشكر يعني على جميع النعم اللي تعطيه فاي واحد ما تيعرفش يعني لا المسار ولا المصير ديالو شنو كيفاش غادي يكون ماشي من دابا 6 شهور من دابا غدا لا انا لا كما قلتي في هذاك الوقت تنقعد مع اولاد الحومه ديك الساعه ولا الناس اللي كانوا معنا تقول واش انا 6 شهور قبل هذه كنت انا ولا اي واحد كان كيفكر على ايماجيني بانه راه غادي تمشي وتقعد وتحضر وتسلم على سيدنا على سيدنا ديك الساعه هو اللي جا عطاك الكاس فهمتي و 6 شهور انت كنتي تلعب في الدرب في جنب الحيط حدا الدرب وداكشي الحمد لله الكره كما زيدتنا حنا شويه نتمنوا شويه لقدام زيدت ناس اخرين يقدر بسرعه اكثر ولا بمفاجات اكبر وهذه الجماليه تاع الكره لانه فيها فعلا بريفي ديما وهذا هو اللي تيخليها انه تصدق بالناس لو شارم لو شارم كيف قلتي 6 موا افون هشام في الدرب مقصر عليه مع ولاد التورنوا تنجمعوا درهم نلعبوا درهم درهم الواعد ومضاربين عليها 6 موا ابري ليكيب ناسيونال النشيد الوطني تلبس التونه ديال المغرب والنشيد الوطني هشام وكتغني النشيد الوطني ولعب مع تونس اللي كنتي كتسمع ليه ديال المغرب تونس ناري مضاربه وانت لقيتي راسك لاعب انت مع تونس هو اش نقول لكم على القضيه السعاده هو بالنسبه لهذه القضيه تاعت النشيد الوطني بالضبط ميم ابري الانسان تيلعب شويه لعبنا جونيور كادي جونيور اسبوار داك الاحساس اللي كان عندي النهار الاول الى اخر مره لعبت مع المنتخب الوطني صالح الحمد لله ايتي توجور لو ميم بالعكس كيتزاد لا زعما ما عمرو تغير ولا نقص ولا بالعكس دائما نفس الشعور بالرهبه وبداك الخوف وبداك التبوريشه كي كنقولوا حنايا لما تسمع هذاك النشيد من البدايه تاعته في الفيلم تنتهي تتحس بحال تزادك واحد واحد لافورس سوبليمونتير سبحان الله هذاك سي انكسبليكي مي جو كرو كو سي لو فيت دو جوي بور ليكيب ناسيونال رغم انني ما لعبتش معاه بزاف ولكن جو كرو كو سي يعني اكبر مفخره في حياتي سي نورمال يمكن بديتو العام مع حميد دوش تعقل على اول ماتش لعبتي تيتولار مع ليكيب ا ايه بطبيعة الحال لانه مشينا قلت لك قبل ما نمشيو للالعاب الالعاب العربيه كاس العرب في الامارات لعبنا تقريبا واحد 3 ماتش وكنت ديك الساعه تقريبا قلت لك جاب شي 17 سنه وشي حاجه ومشينا للجديده نيت مشينا للجديده ولعبني سي حميد توش يعني كتيتولار من الاول لعبت في بوستا دو ميغوش هو لعبنا على قد الحال تعرف ديك الساعه الانسان تكون الخلعه وتكون بزاف تاع الحوايج ديك الساعه كانوا الرجاله كبار كيلعبوا شكون اللي كان في الكوكب ديك الساعه كيلعب
نقول لك واحد القضيه، احنا في الوقت قلت لك بلا ما نهضر انا اللي التحقت شويه الناس والدراري وحتى المومو فاش كاع من ورا هذا الشيء راه لعبنا مع هاد الناس ومن ورا دازت سنه ولا سنتين وحنا باقي ما ضمنناش الرسميه تاعتنا وترينيو مع ليكيب ا وتمشيو لعبوا دو طون زون طون مع الجونيور مره تكون كونفوكي مع السينيور مره تدخل معاهم كاع تيتولير وترجع. كان الكوكب عنده واحد الفريق يعني عباره تاع كل واحد شخصية قائمة بذاتها كل واحد فرقة على سبيل المثال يعني لا الشخصية تاعته لا بريزونس تاعته لا في التدريب لا في وسط الماتشات لا فهمتيني كي تتحملوا مسؤولية سيتي تري تري ديفيسيل باش تنتجرا ولا باش تفي بارتي يعني من هما بيناتهم هذوك اللعابة لاعبين سنوات لعابة عندهم سمياتهم كان قدي كان جنينة كان مصطفى برك كان فقول كان كان بياض اللي كان في وجده. انا جيت مع لو ديبار يعني هذيك السنه فاش لعبت انا جونيور كان هذاك هو الموسم الاخر تاع محمد الشاوش هذيك السنه هي فاش جا العرقوب وي جا اللي نحيوه بالمناسبه فنان ونقول الا كانت شي كلمه يعني في حق هذا السيد هذا فتنظن انه هو مع البهجه تنظن انه هما برمي لي جور لي بلو دوي فرجوا فرجوكم تنتم اللعب. لا الحمد لله كان بزاف تلعب فرجونا في المغرب ولكن هادو تنقول انا بور ماسي لي جوور اللي عطاهم الله الكره عطاها لهم من عندهم ديالو عطاهم شي حاجه فايقه الحمد لله كان لعابه متعونا كثير بحال رشيد داوودي الوداد هادو لي جوور ديالنا حسن بن بيشا لي جوور انا نقول لك اللي كانوا شخصيا فنانه تعجبوني بحكم سيرتو ولكن تبقى دائما يعني لو بيان سور اللعبه تاع 86 كاملين جينيراسيون تاع كامله كلها هما سورتو اللي كان داك الكواتيور تاع الحداوي تيمومي بدربال التيمومي الدولمي مي بور مو لو جوور يعني اللي من البدايه خديتو ك يعني كمثال وكان تيعجبني و جو كروا انا بالنسبه ليا سي تي ان جوور اونيك بور مو سي لو جوور بالنسبه لهادشي اللي شت كانت عنده شي حاجه متميزه هو الدرمي عبد المجيد انه بور ما سيتي لو ميور جوور تاع هذيك ليبوك اللي قبل ما نلعب ولا حتى في هذيك الفتره اللي عاصرت انا في منتخب الوطن داكور مي جو كرو كو سمح لي انا سمعتو مرحبا مي جلوبالمون سيلوي كي في لا بلو بيل اي لا بلو كروند كاريير تبقى هو نور الدين اللي حتى هو من اللعابه اللي لما التحقت مع المنتخب اول مره كان لانه نور الدين كان توجور كان الى تبريكوس كان فايت اللعاب الاخرين لا من ناحيه العقل لا من ناحيه الشخصيه لا من ناحيه رزانه لا من ناحيه تحمل المسؤوليه ليدر سيت ان ليدر اني كيف دي كاباسيتي فايت الاخرين هذاك الشيء علاش نجح في كاع الفرق اللي مشى لهم وجو كرو كو الى الحمد لله زعما يميريت هذيك لا كاري اللي كانت عنده لانه ستاجور كي بوكو ترافاي على العكس ما تيعتقدوا بزاف تاع الناس تمار يا بوكو ترافاي كي يعني ديما فرض راسو في جميع الفرق اللي مشى لها وتا سلسلك بلا كلاس الحمد لله الحمد لله لانه كما قلت لك ولا فين انتريبي ليبوك مع ليكيب ناسيونال وقفنا عند اول ماتش لعبتيه كان مع الجديده كي داز هذاك الماتش كي قلت لك تعرف كي تدوز على اول لعب تدخل تتخربق تجري وصافي لانه هذوك اللعبه اللي تبدا معهم ديك الساعه ما بقاش ماشي بحال دابا يعني تنشوفوا انه الحمد لله عندنا لعابه دابا مالغري السميه تاعتهم نعطيك مثال بحال دابا حنا عندنا سوفيا العلودي ستانجور الحمد لله كي اون غروند كارير كي ديجا ان ولا شي حاجه تشوف التعامل ديالو مع الدري تاع لي جون تيحاولوا يقربوا منه يحاولوا يساعدوا لو متر الي يعاونوا معنويا ماديا العكس شحال هادي كان لك ما تقدرش تدخل حدا بالعكس تيخصك تيكون فهمتي تيحر سيتي تري ديفيسيل انك دوك طوي هاد لي جوور مي سي تي نوتر ميثود سي نوتر ايبوك بحال كي كانوا ديك الساعه حتى في التعليم الا بغيتي تعلم تيخص الاستاذ يضربك ويعطيك العصا ويدير دابا بحال دابا تبدلات الطرق دونك كي قلت لك كان صعب شويه بالنسبه لان جوور جون واللي تيطلبوا منك هذوك اللعابه ديك الساعه القدام هو انك تمشي وتجي وتجري بالكره اذا يمكن اول ماتش جاو الماتشات من بعد قلت لي لعبتوا ثلاثه الماتشات كان ماتش ديال جديده مشينا الامارات مشينا الامارات لعبنا تما لو تورنوا مشينا توريست ومزيانه مشينا توريست والمهم درتو شويه في الامارات كانت فرقه لا احنا بالنسبه لنا احنا ديك الساعه ما نجحناش باش ندوز للدوزيام تور
مي بالنسبه لبزاف الدراري حنا ديك الساعه عندنا لو فيت دار لي في الامارات في 88 ايامات الفيديو غالي وراه فاش فاش هذا في حدته اكسبلوا انك مشيت للامارات بطبيعه الحال. والمشكل اللي وقع لنا هو انه فاش كنا راجعين تلمون الدراري تقداو الحوايج بزاف ما يمكنش الطياره تطلع اوبليجي باش حنا سبقنا والدراري كلشي بقى مخلوع على الفيديو التلفازات وداك الشيء وجات منوره انا جات الطياره عاد جابت الحوايج وداك الشيء والخير في مقطار مهم جاو الحوايج في الاخر. الغريب في الامر هو انه هاد جو كخوا هاد لا كومبيتيسيون كانت او مود نوفمبر منوره بشي دو موا لانه في نفس هذيك نعم في نفس هذاك السفر كان رئيس البعثه عندنا هو السي عبد العزيز بورزيق هو السي مولاي مامون بوفارس وانا ذاك يعني ربطوا اتصالات بشي ناس مدينه العين وتما توعد توأمه ثقافيه بين مراكش والعين وكان اتفق على انه من الانشطه يعني مشاو هذوك الناس الفولكلور هذا والمسرح وبزاف تاع الفنانين مشى معنا السي حميد الزاهر وداك الشيء وتم اتفاق على انه غادي في المقابل نلعب واحد دو ماتش اميكو بينا معاكم ايوا الناس من اللي شافوا الناس اللي سبقوا مشاو للامارات جابوا الفيديوهات بيان سور باش تمشي تلعب خص اون ليست يعني كي رستران تاع تقريبا واحد 20 22 ايوا ام والافونس تعرف بانه راه كاين واحد الكوكب غادي تشارك باش تمشي للامارات الكوكب بالجونيور بالسينيور كلشي تيوجد شكون اللي بغا يمشي شكون غدير طلع ليست زعما سيريوزمون جات الوقت فاش لا ريسبونسابل حارو شكون اللي غادي يمشي واش دوك اللي سينيور اللي ما مشاوش الجمعيه الاولى لا دونك هذيك السي عبد العزيز بورزيق كان هذاك هو رئيس تاع الشبان هو اللي مكلف هو يعني ضارب باش لا لي جون اللي يمشيو وكل شيء بغى يمشي اضطر اثنو كما قلت لك زعما صراحه اننا وصلنا لواحد الحد لاننا اونيتي اوبليجي باش يتلعب ماتش اللي ربح يمشي للامارات والاربطه هو مولاي حسن هادي واعره هادي واعره الاربطه هو مولاي حسن اللي ربح يمشي اللي ربح يمشي هادي واعره وسال الماتش سال الماتش بتاع هادول والحل اللي تدار هو انه مشاو 8 لعاب من السينيور و8 لعاب من الجونيور هذا هو الحل هذا هو الحل هادي واعره شكون اللي ربح بعدا في الماتش؟ واحد لواحد سلام درت واحد لواحد ودابا 8 8 وحجم ديالو كان تيتفرج المسيرين وكل شيء راه الامارات شنو العام هذا شنو العام 88 88 هذا ماتش براج هذا وهذا راه هو الماتش اللي كان خصو يتنقل لعبنا التطحد بعد داكشي الحومه هادي واعره هادي واعره من بعد مشيتي مع 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 هذوك رجعتي عاوتاني الفيديو حنا بالطبيعه من دوك اللعابه انت كنتي مع الثمانيه ديال الكبار والصغار حنا راه كان ديك الساعه المدرب تاعنا في الجونيور هو السي عبد اللطيف المنصوري كنت انا غراف وكان تيقول لنا انتم سيروا لعبوا مع الاخرين باش ما تحسبوش علينا حيدوا عليا باش ما نتوش لي واحد جوج من عنده الامل هذا من رجله هاد انتم كنتوا رجل هنا ورجل هنا طلعوا الكبار تحسبوا مع الكبار وخلوني نزيد جوج اخرين رجعتوا لعبتوا ماتشات عاوتاني معاهم مشينا لعبنا واحد توماس تما منهم ديك الساعه لعبنا مع ليكيب تاع العين ولعبنا ماتش اخر جوكرو مع شي فرقه تما من ناحيه وسيتي زعما سيتي كانت هي واحد التجربه زيانه سيرتو بالنسبه كما قلت لك ديك الساعه لو فات انك تكتشف دول اخرى وكلتي اخرى وناس اخرين نقرا لك بعض لي اس ام اس ديال المستمعين الاوفياء ديالنا قال لك سيدي مبارك العيد بركة مشوى باقي ما شفنا لا شوى لا والو ان غران سالو ا هشام جو فو ان لوي لو فوتور انترينور ناسيونال جو لوي سويت توت لا ريوسيت هذا التميمي على الدين سي علاء حتى هو كان برمي الناس اللي فاش كي قلت لك هذوك اللعابه الفرقه اللي كانت لانه هاد السنه هذه فاش كنا حنا فاش بديت جونيور هي السنه فاش غادي يضيع اللقب من فريق مراكشي في المباراه قبل الاخيره مع فريق الوداد فاش الوداد جات هنا ربحت الكوكب بجوج لواحد الور الوداد ما كان عندها ما دير بالبطوله ضربات عليها سيتي لا سيزون اللي كانوا فيها البلاي اوف في الشامبيون وصدقات الرجاء لا بروميير فوا فاش جات لو شامبيون وكان سي علاء الدين التميمي اللي بالمناسبه
مرفضتلوش قلت لك من ناحيه الاخلاق ومن ناحيه يعني نعم الطرافات والتعامل. انت كتهضر عليه وعادي بالقاضي كيدير لك براسو زعما لا راه كلاتي جبدوا في هذا الشيء اللي هذا السيد هذاك فهمتي الحمد لله ملي جا وداك الشيء كان انسان في المستوى الكبير وبقى في المستوى الكبير وكما قلت لك هو من الناس اللي الحمد لله تشرفنا اننا لعبنا الى جانبه. قال لك سيدي السلام خويا عادل ومرحبا بلو كرون جوور ديالنا ولونترينور ديالنا سي هشام دميعي كون غير درتو لعند البهجه تفيقوا من الناس حتى هو غادي نشوفوا معاه نديروا معاه شي طاب وشي شي مطاب نجمعوا معاه سبعه رجال كامله نجيبوهم ليه. قال لك سيدي سعيد دوفاس مي كوندوليونس هشام ادريسي سالو هشام دميعي لو جوور اليغون اي دوي اونترينور كولتيفي اي موديست مي ريسبي. هذا سعيد من فاس. تحيه الاخ عادل وهشام دميعي. السؤال كيف هي علاقته بالزاكي؟ مزيانه لا الحمد لله عادي جدا الحمد لله نتمنى ليه حتى هو العلاقه تاعنا بالسي زاكي هي علاقه احترام اولا ثانيا تقدير يعني الشخص ديال اللاعب بعدا اللي قلت لك حارس كان بارمي لي زيدول ديالنا الناس اللي شجعونا كبرنا اننا نكملوا نلعبوا الكره ولما كنا نلعبوا كنا تنحلموا نكونوا بحال هاد الناس ولو غير شويه لانه يعني المرتبه اللي وصلوا لها هاد الناس عند المغاربه تظن انه صعيب شي واحد على شي لعاب اخرين ولا شي فرقه اخرى توصل لها. ثانيا جي لوكازيون لا شونس اي لونور دو ترافاي مع هذا السيد هذا في واحد الوقت اللي كنت باقي تنجهل بزاف د الاشياء في عالم التدريب اي افيك لو ريكول يعني الحمد لله نتمنى من الله انه كانت عندي واحد شي شويه الذكاء انني نكون استفدت منه شي شويه لانه تنظن انا دائما تنقول انه اي شخص لما تيوصل لواحد الحاجه فصافي دير كي لا كيلكو شوز دو سبيسيال للناس الاخرين راه ما يمكنش نجيو نقولوا لا سي زكي ولا سي فاخر ولا حنا مالوروزمون عندنا واحد ليسبري شويه ديستركتور دغيا الانسان الانجاز ديالو ولا لا كارير ولا التعب اللي دار نقدروا مسحوب بكلمه الور كو بالعكس انا هاد الناس هادو ومنهم سي زكي فتنكنيهم بكل احترام وتقدير وتنشكرهم على انهم موندوني سورتو هو لوكازيون دو ترافاي افيك لوي لا هو لا سي فخر الدين لانه فخر الدين هو اول مدرب والله الا اشتغلت معاه شوف الميساج هو الاول بعدي سول لنا هشام على فخر الدين الرجحي ملي كان المساعد ديالو. انا اول يعني مدرب اشتغلت معاه مباشره بعد يعني جا اريت ما كارير كان السي فخر الدين جا لمراكش وكانت البروبوزيسيون من الرئيس ديالنا انا ذاك السي بن شقرون قال لي واش زعما تي انتريسي قلت له بدي انا ديجا لي دو ديرنيير سيزون لعبت غير بور ايدي لو كلوب سو سوفي فهمتي وسما الدنيا قلت له ذاك الوقت ما بقاش يعني هناك اشياء اللي الرغبه وصافي يعني الجو العام الفريق ما بقاش فيه شي حاجه دو موتيفون قال لي ودي في نظرك انت عندك مويل هذا وهذا واش صفخر الدين قلت له انت نعرفه كلاعب وعشرنا واحد شويه ما كنتش في المنتخب الحمد لله هو من الناس اللي كانوا الوجود ديالهم ترفع عليك في لي كونسونطاسيون هو كاين فهمتيني بالاضافه الى انه كان لاعب سيرتو في هذاك الوقت يعني كانت واحد لا ريفاليتي ديستونس بيننا وبين فريق الوداد قلت لك حتى هو سي فخر الدين لما تكلم مع سي بن شقرون تقبل الفكره واشتغلت معه والحمد لله انا من انا ذاك تطلبنا به واحد العلاقه تاع الصداقه كبيره الى الان وعندنا له واحد الاحترام كبير لانه دوزنا معه واحد الوقت ميم سي سان با دي باسي واحد لي سي موا ولكن يا واحد الشهور لا تنسى تحيه كبيره فخر الدين الراجحي تحيه كبيره لفخر الدين وكاع الاطر اللي جبدت الاسماء ديالهم. اذا كيف قلنا كيف قلنا هشام بدايات يمكن الماتش اللي عمره ما يتنسانا اللي عاجبني هو الماتش ديال فرقه الشباب الامعاء مع كنا على سبيل الذكر واحد القضيه داك فاش قلت لك فاش يلا في الاول بديت مع فريق الكوكب مراكشي فاش عيط لي عبد الله الطويل باش نتريني مع لي واحد المومون كان باقي عندنا داك المدرب البرازيلي ولكن كان على يعني قريب يمشي تحولني انني نترين مع الجونيور بي المدرب انا ذاك تاع الجونيور بي فريق مراكشي كان هو سي سعيد الخضر سعيد الخضر اييه تحيه كبيره سعيد الخضر من بعد
استغنى مع السي سعيد الخضر كان مع السي عبد الغني الناصري في المنتخب الوطني مده طويله حتى هو راه دوزنا مع ايام السي سعيد سعيد الناصري عبد الغني بن الناصري تحيه كبيره للاثر الوطنيه ديالنا. نمشيو ناخذوا مستمعي الكرام غير الفاصل، بعد الفاصل ناخذوا الموجز الاخباري باللغه العربيه ديال 11 مع الدراري ديالنا، ومن بعد غادي نرجعوا باش نكملوا الصراحه راحه مع واحد من النجوم ديال مدينه النخيل، مع واحد من سبعه رجال ديال مراكش، ولد مراكش، ولد البهجه، الاطار الوطني والنجم ديالنا اليوم هشام الدمعي. ولكن قبل ذلك فاصل موجز ورجعوا معكم.